والحقيقة أنا عايزة أرجع للكورونا الأول، لأن الكورونا المرأة تأثرت أكتر بالكورونا أكتر من الأزمة الاقتصادية اللي بعدها. السيدات يعني عانوا معاناة رهيبة خلال فترة كورونا، وفي منهم اضطروا إن هم يسيبوا أشغالهم لأنه ما كانش عندهم أي حلول إن هم يعرفوا يتصرفوا يعملوا إيه. بعدها جات الأزمة الاقتصادية، المصانع بتسرح ناس، طبيعي إن هم لما بيجوا يفكروا ان هم يسرحوا حد غالبا بيبقى بيفكروا في الستات الاول، مش علشان انه هي دي ست وده راجل، لكن على قد ما هي احتمالات انها يحصل لها مشاكل وتمشي اعلى، فيبقى طب هي يعني بتتحسب اكتر كاحتمالات، فيبقى انه نخلي الرجاله على اساس ان هم اللي هي فرص ان هم هيبقوا معانا فترات أطول أكتر. بالإضافة إن هم برضو الناس ما زالت عندها نظرة إن هو الراجل ده هو شايل أسرة كاملة، فالست ممكن يبقى في راجل تاني في البيت هو مثلا شايل الأسرة، فإحنا لو مشيناها فيبقى إن احتمال، مع إنه طبعا يعني إحنا عارفين كويس إن في تلت الأسر في مصر يعني ستات هي اللي بتعولهم.